السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي. كنتمنى لكم يا ربي كل خير وكل سعاده وكل هناء مع دخول هذه السنه الجديده، ويدخلها يا ربي بالصحه والهنا علينا. بالصحه هي الاساس والهنا هو كل شيء. وكنتمنى يا ربي تكونوا فرحانين مع العائله ديالكم، وكنتمنى يا ربي تلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم مغاير على الفيديوهات اللي كتشوفوا في القناه ديالي. جيتكم بهذا الفيديو اللي هو عباره على هاد جوج دريباز لي درت لي هما كيجيو جد راقيين، ودرتهم غير من الكارتون، يعني مثلكم تزينو بهم لا سالامونجي، مثلكم تزينو بهم الصالون، تزينو بهم لي شومبر. وعن جد كيجيو راقيين، وانتوما ليكم ديك الساعة الاختيار. انا نوريكم غي الطريقة وانتوما ديك الساعة ابدعو فيها. المهم البنات، بالنسبة لهاد لي باز اللي كي اللي درنا، اولا بعدا انا كنستعمل هاد لابلونش دي كوبي، لان كتساعدني كنخدم عليها، كنبروتيجي لا طابل ديالي، وكتساعدني بالديكوباج، كتساعدني بالخدمة. خديتها من اكسيون البنات، ماشي غاليه، شي 500 تقريبا ولا 600 فاش خديتها. عندي هاد لي باز، عندي هاد الرولو ديال البابي دالومنيوم ولا البابي ديال سيت بريزي. عندي 30 سنتيمتر اللي عندي فيه هنايا. عندي هاد المسطره كذلك، خاصكم كذلك مسطره باش تخاصيو. كذلك غادي خصكم كذلك مقص باش تقطعوا الكارطون، كما قلت لكم بيان سور خصكم الكارطون، خصكم ستيلو ولا قلم، وغادي خصكم بيستولي اكول. هاد البيستولي اكول يعني ضروري للاعمال اليدويه، كيخص يكون عندكم هذا. عندي انا يعني كيعجبني هذا الصغير، هذا بقى عندي كبير وكيعجبني هذا الصغير. خصكم لاكول، هنا عندي لاكول صغيره بالنسبه للبيستولي اكول، هذا صغير. وبيان سور لو كارطون كما قلت لكم. وغادي خصكم كذلك لي بيرل ولا لي استرات باش ما بغيتو تديرو. هنا ارجونتي ولا دوري، انا عندي ذوق بالدوري، يمكن لكم بالارجونتي باردون، يمكن لكم ذوقوا بالدوري الا بغيتو. وعندي هاد البومب ديال الصباغه باش غادي نصبغ، يمكن لكم ديروا غير لا بانتور اكريليك الا بغيتو كذلك. وعندي هنايا هاد الكاباري او الباترون والكاريت بيان سور. هنا الباترون خديتو، يعني خديت العبار ديال الرولو، خديتو العبار ديال الرولو، عندي فيه 30 سنتيمتر كما كتشوفو، يعني كنقبض وكندير دي بوند. غادي ندير دي بوند، هاد لي بوند هاد كنديرهم باش كيساعدني، باش ملي كنحط الباترون هاكا الكاباري على الكارطون ما كيهد عليهش كارطون، يعني كنشوف بان لي البلاصة لي غادي نقطع فيها كيجوني ساهلين. المهم غادي نتخاصي هاد لي تخوا، هاد لي دو كولون ديال سميتو تخوا كولون ديال هاد فوق الكارطون كيما كيبان ليكم. المهم واخا انا نقول لكم، ولكن الصوره راه كتوضح لكم كل شيء. وعن جد يعني الا كان عندكم المسائل كلها غادي تستعملوه في نص نهار، نص نهار تستعمل لكم هذا الباز. هذا كما كتشوفوا هنايا قسمت الكارطون على ثلاثه لي بارتي، لان غادي ندير فيه ثلاثه ديال سميتو، على ثلاثه قسمت على ثلاثه. هنا كندخل باش تعطيني ديك الدومي سيركل الاولاني، دخلت ب 5 سنتيمتر. دخلوا باش ما بغيتوا البنات نتوما، على حسب اللي بغيتوا العرض ديال الدومي سيركل، واش بغيتوا تكبروا ولا بغيتوا تصغروا. المهم دخلت بخمسة، وبخي 4.5، وبخي 3.5. نتوما باش ما بغيتوا تدخلوا دخلوا بها. ومن بعد كنتخاصي لو دومي سيركل ديالي، لي 3 دومي سيركل ديالي في الكارطون، وكنقطعو. وبهاد لي كاباغي هادو هما اللي غادي نمشي عليهم، يعني نقطع الكارطون كله حتى كنكمل الكمية اللي عندي ديال الكارطون اللي قطعت. انا حاولت نزرب لكم شوية الفيديو، مبغيتش نطول عليكم لان غادي يجي طويل الا خليتو الفيديو كامل هكا. وغادي ناخد هذاك الرولو ديال بابي داليو، غادي نبدا نلصق في هاد لي دومي سيركل ديال الكارطون كما كتشوفوا قدامكم. نتمنى تكون الصوره واضحه واصلاكم يعني مزيانه. غادي نلصق، يعني كندير الجهه الكبيره اللي عندي هي اللي كتجي لتحت، والجهه الصغيره اللي كتجي في الفوق على حسب الباز. المهم كنلصق كاع الكميه اللي عندي ديال الكارطون كما كيبان قدامكم. المهم نخليكم مع الفيديو.
ودابا البنات في الكارتون وغادي نقطع فيه دائره اللي هي غتكون القاعده ديال التحت ديال الباز، وغادي نلصقها كما كتشوفوا قدامكم. غادي نقطعها وغادي نلصقها، ومن بعد غادي نصبغ هذا الباز ديالي كما قلت لكم. يعني كارتون درنا منه باز رائع جدا، يمكن لكم تلصقوا كذلك مرايه الا بغيتوا. وغادي نلصق هاد لي زيستغال ديالي كما كتشوفوا، كديروا الكولا وكتلصقوهم. انا بديت كنلصق ديجا، وغادي تبداو تلصقوا. يعني طريقه سهله البنات وماشي صعيبه، وكتوجد يتوجد بسرعه. كنتمنى البنات تعجبكم الفيديو، لا عجبتكم ديروا جيم، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتنقروا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. انا غادي نكمل الباز ديالي بالتزيين، ودرت باز واحد اخر صغير يعني بشكل مغاير. كنتمنى البنات تعجبكم الفيديو كما قلت لكم، وتنخرطوا في القناه ديالي وديروا جيم. وكنقول لكم احبكم في الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله. الا كان كيعجبكم هذا الشكل من الفيديوهات خليوها لي في التعليقات، وان شاء الله كاين جديد وكاين جديد ان شاء الله باذن الله. احبكم في الله.